بيكو في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. طبعا زي ما انتو شايفين أنا مصورة لكم الفيديو أو الدور، ودي أول مرة أصور برا البيت، يعني زي ما انتو شايفين في الهواء الطلق والطبيعة الساحرة. حبيت أتكلم معاكم في فيديو مش جراماتيكا، يعني مجرد كلام عام كده، معلومات يعني عشان تعرفوها مش اكتر. فتوقع مثلا عشان انا بره فممكن الواحد يسلم على حد ولا حاجه. طيب الفيديو اللي انا كنت عاوزه اتكلم عنه هو ان ازاي الايطاليين شايفين المصريين او العرب، خلاص يعني نقدر نقول الجزء اللي بيتكلم عربي. يعني انا هبتدي اول حاجه بالمصريين. لما حد ايطالي يعرف ان انا من مصر في شويه اسئله ثابته بتسالها على طول، اللي هو بجد يعني زي ما يكون بضحك عليهم وهو مش مصدقين، فاللي هو انا من مصر يعني هكون منين. ده اول سؤال. هو سؤال طبعا يعني يبدو ان هو سؤال امبوبانال، يعني سؤال تافه شوية، ولكن اللي هو بجد دي حاجة. تاني سؤال بيقولوا لي طب انتي منين، فانا اقول لهم ان انا من القاهرة الكايرو. فالسؤال بقى اللي يلزقوه على طول في انتي منين، هل الاهرامات بعيدة؟ يعني بيشوفوا المسافة، فانا بقول لهم لا، يعني الاهرامات من القاهرة ساعة من وسط البلد، لان احنا مثلا علشان نروح الاهرامات احنا بننزل ميدان التحرير خلاص، وبعد ميدان التحرير بناخد اي حاجة رايحة الهرم، يعني سواء اوتوبيس سواء تاكسي. بعديها بيقولوا لي بقى هما في مصر بيتكلموا ايه، يعني هم مش عارفين مصر بتتكلم ايه، فيقولوا لي بتتكلم مصري، اللي هم مش عارفين مثلا اذا كانت المصري ده عبارة عن ايه. فانا اقول لهم لا، يعني بيتكلموا العربي خلاص، او لا لينجو عربا بيرو كون il dialetto egiziano، او باللهجة المصرية. ليه؟ لان هم عندهم خلط شوية ما بين شمال افريقيا خلاص، علشان هم فاكرين ان شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب بيتكلموا فرنساوي، ففاكرين برضو مصر تبع شمال افريقيا. فانا بصحح لهم الصورة واقول لهم لا، ده والله ده اسمها ايه دي، ده مصر بتتكلم عربي وبس، يعني بتتكلموا باللهجة المصرية. طيب فبيقولوا لي مثلا طيب بالنسبة لشمال افريقيا هم بيتكلموا ايه، خلاص فاقولهم بيتكلموا برضو عربي، اللي هي تونس والجزائر والمغرب. فمثلا يسألوني سؤال تاني، طب اللي هو انتوا ازاي بتفهموا بعض، فانا اقول لهم هي نفس اللغة، الفرق بس الاختلاف في الديالكتو. على سبيل المثال مثلا بالنسبة للناس اللي من الجزائر اقول لهم ده لورو بارلانو لارابو كل ديالكتو الجيرينو، لورو بارلانو لارابو كل ديالكتو تونيزينو، الناس اللي هي في تونس. اذا العربي واحد، اقول لهم زي ما في ايطاليا في بالظبط اللهجات، زي ما في الديالكتو سيتشيليانو الديالكتو نابوليتانو، كامبيانو تشيرتي بارولي كامبيانو تشيرتي تيرميني بيرو الا فينا الايطاليانو، يعني في بعض الكلمات بتتغير، بعض المصطلحات، ولكن في الاول في الاخر يعني هي اللغه الايطاليه، مفيش اي اختلاف. حاجات تاني برضو، يعني هم في مخيلتهم ان الدول بتتكلم عربي اللي هو احنا ماشي، او يعني بعد تصحيح الفكرة، وشمال افريقيا برضو بيخلطوا ما بين مصر وشمال افريقيا، بيفتكروهم تقريبا يعني ان هم نفس الناحية الجغرافية، لان هم عارفين ان تونس مغرب جزائر، فبرضو بعض الاحيان بيستغربوا على مصر فين مكانها. فاكرين مصر بعيدة. بعض الإيطاليين جزء برضو كبير راح مصر، بس راح الغردقة وشرم الشيخ أو المدن الساحلية، مكان ما البحر الأحمر موجود، لأن شرم الشيخ فيها فنادق كتير تحت الإدارة الإيطالية، من ضمنها فندق لو أنا أفتكر مش فاكرة اسمه بالظبط، اللي هي
دومينا كورال باي، لان فندق دومينا كورال باي حتى من الاسم النومي ايطاليانو. بس اغلبية الناس عايزين يشوفوا مصر عشان الاهرامات، وهي في الحياة مصر دولة جميلة، وانا بقول لهم يعني حاجة ما تتفوتش بصراحة. ويسألوني هل انا شفت الاهرامات، فاقول لهم اه ده انا شفتها سنة 2005 نلدوميلا شينكو. فبيستغربوا ازاي في الاهرامات وما شفتهاش غير مرة واحدة. بس انا بقول لهم يعني انا شفتها مرة وكانت حاجة جميلة، فمش عارفة يعني انا، لان انا عن نفسي شخصيا لما بزور المكان مرة ما بزوروش تاني ايا كان هذا المكان، يعني عدا لو كان في مثلا حاجة ضرورية عشان اروحه. في المجمل الايطاليين بيحبونا كمصريين، بيعزونا جدا، معتبريننا un amico vicino un paese amico، ان هي دولة صديقة مش مجرد دولة اي كلام. ci sono tanti accordi، في اتفاقيات كتير ما بيننا وبين ايطاليا. مش نفس العادات، نفس التقاليد، نفس الشخصية، الشخصية المرحة زي ما احنا برضو في مصر كده. حبيت اقول لكم وجهة نظر الايطاليين عننا كمصريين، والجزء الخاص بشمال افريقيا او العرب عامة. وفي المجمل الايطاليين شعب ودود، شعب جميل، شعب ديتشامو اميكافولا كما توتال جنت، ما بيفرقش ما بين حد. واحنا كمصريين بنحبهم لان احنا كان عندنا الايطاليين في مصر من زمان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانكم تكونوا استفدتوا من المعلومات، وقولوا لي لو انتوا عجبكم التصوير الاول دور. انا مش عارفه، انا حاسه ان انا مش مركزه، كل شويه ابص هنا وهنا. فلو عجبكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واستنوني الحلقه الجايه شويه كده بس هظبط لكم الدنيا، اعمل لكم فيديوهات كنتوش تتخيلوها فيما يتعلق باللينجو ايطاليانا. تشاو.